الرئيس النمساوي يدعو للحوار المتبادل بين أفراد المجتمع. استطلاعات الرأي تشير إلى نجاح اليمين في الانتخابات المقبلة. دبلوماسية نمساوية سابقة تلمح لاستسلام أوروبا لروسيا. 400,000 شخص يبحثون عن عمل مع بداية هذا العام. توسيع مكافأة التدريب للعاطلين عن العمل حتى 374 يورو. تسجيل 396 حالة وفاة على الطرق العام الماضي. مرحبا بكم مشاهدينا في أولى نشرات النمسا ميديا لهذا العام. أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بيلن على ضرورة التعاون العالمي لمواجهة تغير المناخ والطوارئ البيئية وتحديات المجتمع. ودعا فاندر بيلن خلال خطابه بمناسبة العام الجديد من ينكر التغير المناخي لإعادة النظر في مواقفهم، وشدد على أهمية الحوار بين الحكومة والمعارضة في عام يضم العديد من الانتخابات البرلمانية والأوروبية والمحلية، مؤكدا على التزام المجتمع بالسلام والتقدم نحو مستقبل أفضل، ومتمنيا للجميع عاما مليئا بالإنجازات. تصدر حزب الحرية النمساوي FBU استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات منذ بداية العام الماضي بنسبة تقدر ب 30%. ويشهد هذا العام انتخابات البرلمان الوطني والأوروبي في 9 يونيو، إلى جانب انتخابات لبرلماني ولايتين ومجالس بلدية في سالزبورغ وأنسبروك. ويتصدر حزب الحرية الاستطلاعات في منافسة شرسة بين الاشتراكي والشعب على المركز الثاني، وكان الـ FBU في الصدارة بمتوسط يصل ل 28% خلال العام الماضي، بينما الـ SBU والـ OVP يأتيان بعده بنسب تتراوح بين 23% و 21% على التوالي. أشارت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل إلى تحول الموقف الغربي من توقع الفوز لأوكرانيا في حربها بعد العدوان الروسي. وأكدت كنايسل أن الغرب لم يعد يأمل في انتصار أوكرانيا، مشيرة إلى تقدم روسيا وفشل الهجوم المضاد الأوكراني، حيث تعرضت القوات الأوكرانية لخسائر وتأخرت في الهجوم رغم تقديم أسلحة من حلف الناتو. وبينت أن المخاوف في الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية قد تزايدت، حيث يبحث المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا. أعلنت وزارة العمل النمساوية عن وجود 399 ألف شخص مسجلين عاطلين عن العمل أو في التدريب مع بداية هذا العام بمعدل بطالة يصل ل 7.8%. وتراجعت البطالة منذ 2021 وزادت بشكل أقل بين النساء مقارنة بالرجال، وسجل تراجع بالوظائف الشاغرة عند 92 ألف وظيفة. وأكد وزير العمل والاقتصاد مارتن كوخر تحسن السوق بزيادة طفيفة في معدلات البطالة عن 2022، مشيرا لتأثير الأوكرانيين في البيانات بشكل كبير. أعلنت وزارة العمل والاقتصاد في النمسا تعديل برنامج مكافأة التعليم للعاطلين عن العمل هذا العام لتصل ل 374 يورو شهريا في المرحلة الثالثة. وسيتم تحويل البرنامج إلى مكمل التدريب الجديد، والذي سيتيح للمشاركين الاستفادة من دعم مالي إضافي بمقدار يفوق الوضع السابق. وقال الوزير مارتن كوخر بأن الهدف منه هو التشجيع على المشاركة في البرامج التعليمية والتدريبية طويلة الأمد مع دعم مالي يتناسب مع مدة البرنامج الذي يشمل 3 مراحل. وتتوقع الوزارة استفادة حوالي 145 ألف شخص بميزانية 50 مليون يورو. توفي 396 شخصا في النمسا نتيجة حوادث الطرق خلال العام المنصرم بزيادة تصل ل 7% عن العام 2022. وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أن هذا العدد يعد الرابع الأقل منذ بدء تسجيل البيانات في الوزارة عام 1950،
حيث كان الرقم أقل من 400 للمرة الرابعة منذ العام 2019، وشمل تسجيل الضحايا ركاب السيارات والشاحنات والدراجات النارية وركاب الدراجات العادية والكهربائية، إضافة إلى المشاة. كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.